من قناة الجديد مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: اغتيال اللواء جامع في دير الزور، جنيف 2 أواخر الشهر المقبل. اليوم نحن أقرب ما نكون إلى جنيف 2. فريق سكاي نيوز عربية مفقود في سوريا. شو بدهم؟ مصاري؟ بدهم فدية؟ شو الهدف من وراء العملية الاختفاء؟ اللواء إبراهيم فجأة في تركيا وشربل يتحدث عن أنباء سارة هذا الشهر. الجيش يدهم في طريق الجديد بحثا عن مطلوبين. بيروت مدينة المغامرات الممتعة والأطباق الشهية وعلب السهر. وفي النشرة: بعد المئة عهد بالوفاء. تفاصيل هذه العناوين تتابعونها في النشرة بعد قليل.